السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم من باب بروجكشن اسقاط الخرائط. مثل ما نعرف كل احنا انه احنا اليوم اذا اردنا اي خريطة نشتغل عليها باستخدام برنامج ارك ماب او ارك جي اي اس، ايا كان العمل اللي راح يكون عليها، عندنا العديد من تول تحليل اناليسيس، هيدرولوجيكال اناليسيس، ترانسبورتيشن، توبوغرافي، ايا كان العمل اللي انت راح تشتغل عليه. قبل ما انه تعمل اي عمل المفروض تتاكد من احداثيات او مساقط هذه الخريطه. طيب هو شنو بالاصل، شنو الماب بروجكشن بالاصل؟ انه انا هاي الصور اللي دا اخذها للارض، سواء كان ديجيتال انوفيشن موديل او ديجيتال تريننج موديل او ايا كان، حتى امثل طوبوغرافيه الارض او استخدام اراضي او تبيان نسج التربه او الطرق، ايا كان ريموت سنسنج، انا اخذ استخدم صور اللانسات اللي هي الأقمار الصناعية. فتعرفون إحنا يعني بصورة عامة كمبدأ العلماء أن الأرض شبه كروي، فأنا من الصورة راح تكون بغير شكل، لذلك من أنه أخذها يعني وكأنه أني بالعمل راح أحول الـ 3D إلى 2D. هو هذا الماب بروجكشن، أحوله من كان من 3D إلى 2D، هو هذا إسقاط الخريطة. طيب انا من راح احول الخريطه من 3D الى 2D اكيد راح يصير ديستورشن، تشوه، حسب اكو تشوه راح يكون بالاريا او تشوه بالدايركشن او تشوه بالديستنس او تشوه بالسيرفس، يعني السيرفس هو يشمل الاريا، يعني فعندي انواع من التشوه راح يصير. لذلك العلماء وضعوا عدد، يعني عدد من الماب بروجكشن انواع تايب، انه هذا اذا اردت انا احافظ مثلا على الديستنس شنو استخدم، إذا أردت أحافظ على الدايركشن شنو أستخدم. ما أحب أطولكم بهاي المعلومات، وممكن الأساتذة التخصص النائي وريموت سنسنج أو هندسة الجيوماتيك عندهم فديشي أو أوسع من عندي أكيد، وهم بعد تخصصهم الدقيق هذا، لكن إحنا نريد نعرف نظرة عامة أنا ليش أستخدم إسقاط الخريطة. تمام، فهو هذا بالأصل إسقاط الخريطة. فده يقول لي هناك عندك أنواع من الديستورشن، هي أما ديستنس او يكون بالسكيل او بالدايركشن او يعني هي هاي انواع. فمثل تلاحظ هاي الصوره هي اللي توضح لك اذا انت سقطت عن طريق يعني باستخدام ريال، يعني اي كان يعني اي طريقه من الجيو ريفرنس تستخدمها، قمر صناعي غيرها، يعني عندنا عده انواع حتى نلتقط الصور. فهنا من تسقط على هالشكل راح يصير البروجكشن. تلاحظ تحول من 3D المن الى 2D. 2D يعني شنو معناها؟ معناها ماب، هو هذا. فاكيد من راح يتحول راح يصير عندي ديستورشن، فاني حسب شنو اريد احافظ، احافظ على كذا استخدم هذا النوع، احافظ على يعني هل هذا هو المعنى اللي يعني مثل ما نقول بصوره عامه اللي يوضح لي شنو اللي اريده. تقدر اي شخص يبحث عن الماب بروجكشن بالانترنت ويقرأ بتوسع ويعرف انواعه وكذا، بس انا نحب انه بس مجرد تنويه على الانواع بصوره عامه. عند الازموث البروجكشن هذا يحافظ لي مثل من على السيرفس على السكيل الخاص بهذا. اذا عندنا بعد نوع ثاني مثلا اللي هو مثل ما نقول السلندر بروجكشن، هذا يحافظنا على شنو؟ الويل ماب الخاص مثلا، يعني كل نوع يحافظ لي على فتشي معين اللي انا حسب اللي احتاجه راح يحددني باختيار البروجكشن الخاص بي. فهسه نلاحظ هاي انواع من البروجكشن. طبعا هنا نشوف هسه هذا عندنا اهم يعني اكثر استخدام اثنين حاليا بشمال امريكا، هو اما اللامبرت اللي يحافظ لي على الكوين، يسمونه الكوين بروجكشن، هذا اللي يحافظ لي على الشكل او على الشيب، او اللي يحافظ لي على الشيب والدايركشن اللي هو اليونيفيرس ترانسفير ماركتر اللي هو اليو تي ام. هسه نجي نوضح شنو هذا النوع، قلنا مثل انه شو يسمونه، وين يستخدم، اللي هو اللامبرت كونفورم. بالمناسبة كل من إلى استخدامات خاصة، هذا شيء حافظ لي على الفلات سيرفس. تمام عيني. النوع اللي بعده وهذا دا يوضح لي إنه شلون دا يحافظ لي على الفلات سيرفس ويقسم لي، هذا يحاول يقسم لي إنه سطح الكرة الأرضية إلى 6 باندات. اللي بعده اللي هو اليونيفرسال ترانسفير ماركتر اللي هو المستقطع العرضي اليو تي ام احنا نسميه، هذا كوردينيت سيستم. تمام، هذا الكوردينيت سيستم يحاول يقسم لي الكرة الأرضية كلها بصورة عامة إلى 60 سكشن. هسه نجي نوضحها، هي هاي الخريطة الخاصة بالتحويل، هاي هنا هسه نلاحظ إنه هنا يقسم ليها بالضبط إلى 60 لاين وخطوط، هاي طول خطوط الطول وخطوط العرض، المن يقسمها
إلى 6 إلى زونات. فإذا لاحظ هسه مثلا ناخذ له على التعيين هنا مثلا كالعراق واقع بهاي المنطقة هنا، فهسه أنا ايش قد هاي المنطقة تقرأ هنا، هنا موجود بالضبط، فهسه ايش قد تقرأ هنا زون 37 أو 38 حسب المنطقة. 37 هنا أسقط ايش قد هنا R أو شنو موجود هنا، هي هاي الجزء الأعلى من هنا شو يمثل لي هذا؟ يمثل لي النورث. لو كانت المنطقة واقعة هنا فشو يمثل لي مثلا زون 37 أو 38 ساوث، فهذا الدوائر العرض تقسم لي الزونات، وهنا يقسم لي ياهن على أساس إنه كم لاين تقسم المنطقة إنه هل هي ساوث أو نورث. فهنا هاي الخريطة تبين لي إنه نوع الإسقاطات شلون دي يتوضح. أيضا عندنا شغلة ثانية، أنا مو بس عندي الماب بروجكشن، عندي لازم أفهم الكوردينيت شنو معنى الإحداثيات. أنا ممكن عندي نوعين من هذا، جيوغرافيك كوردينيت سيستم والماب بروجكشن سيستم. حتى نوضح هاي لحظة تكون واضحة أمامكم، هاي الكوردينيت يقصد بيها الكوردينيت هو اللاتيتيود واللانجيتيود اللي خاصة بالماب، اللي أو المناسبة مو شرط لماب كاملة، ممكن يكون لبن بوينت حتى يبين أنا لكل نقطة داخل الماب راح يكون إلها لانجيتيود ولاتيتيود، فهو هذا اللي يسمونه الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. هسه نجي نوضحهن هاي وين موجودات. هنا هسه دا نروح احنا إلى هذه الخريطة حتى أبين أنا أول شيء أتأكد من إسقاطها شنو هو. ممكن في بعض الأحيان ما يكون عندها إسقاط، يقول undefined، أنت تروح تعرفها، فتروح على خواص اللاير اللي أنت فاتحها بروبرتيز، نروح على هذا السورس، ننزل على السورس هنا تقرأ البروجكت كوردينيت سيستم والكور، هاي بروجكت كوردينيت سيستم اللي هو إسقاط الخريطة، نظام إسقاط الخريطة ده ينطيك إياه، والجيوغرافيك كوردينيت سيستم. اوكي هسه احنا البروجكت عرفناه انه هو هذا اسقاط الخريطه، ويكون ممكن شنو يو تي ام غيره حسب. هسه هنا لما نجي نروح ناخذ هذا البروجكت كوردينيت سيستم دينطنيا، انا لازم كل مكان كل منطقه دراسه عندها كوردينيت او اسقاط خريطه خاص بها، او تقدر تستفاد من هذا الـ هذا تلاحظ هنا هسه اخلي لكم اياه التابع لشركه ازري، هذا كوك نوتيز اوف ماب بروجكشن لاك جي اي اس، حتى تقدر تسقط انت مباشرة باستخدامها. يفيدك كلش هذا اللي تابع شركة ازري، انه حسب انت شو تريد تقدر تسقط وتطلع اسقاط الخريطة التابع لك، او تستفاد من هذا اللي قبل شوية شوفناكم يا الخريطة، فهي بكل الحالتين تقدر تتسقط. فهسه ايش عندنا احنا؟ عندنا جيوغرافيك كوردينيت سيستم، ايش تشمل اللي قلنا؟ تشمل اللاتيتيود واللانجيتيود، يعطيك ياهن بصيغة الديجري والثانية أجزاء من الثانية هذا، واللي هي ايش تشمل هاي. وعندنا النوع الثاني البروجكت كوردينيت اللي هن أنواع عندنا من عتن، الوحدة من عتن هو اليو تي ام اللي احنا قبل شوي حكينا عليه، يحاول يقسم لي المنطقة إلى 60 خط من اللانجتيود، بينما اللاتيتيود لا راح انه تتقسم على أساس الزونات. فأني أقدر أقسم أو أطلع الماب بروجكشن، هسه الكوردينيت ما عندي بها مشكلة، لكن الماب بروجكشن هذا اما استخدم هاي الخريطه، او تقدر تستخدم هذا التيبل، تقدر انت تطلع اسقاط الخريطه الخاصه بمنطقه دراستك. فهسه نجي احنا كل من انه يقدر يطلع، فانا مثلا اعرف اسقاط الخريطه الخاصه بمنطقه دراستي، فهسه حتى اغير هذا النوع الموجود هنا شنو اروح؟ اروح على هذا الخيار اللي هو شو يقول الارك تول بوكس، تروح على الداتا مانجمنت تول، هاي داتا مانجمنت تول، بعد الداتا مانجمنت تول تروح على هذا الخيار بروجكشن اند ترانسفورميشن والتحويل، بعدين تقول ديفاين بروجكشن، عرف لي الاسقاط مال الخريطه، راح يقول لك انطيني الراستر او انت اللي تريد تدخلها، هاي اللي هي يعني تختارها، اما تسلكها تروح على سطح واجهه البرنامج وتختارها، او تقدر تستدعيها من الفولدر اللي انت مخزنها به. بعد ذلك الخيار الثاني راح يطلب من عندك تعرف له البروجكشن، هو اما مقترح عليك شيء الموجود اللي اصلا انت نزلت من عند الخريطه، هسه بده يقول لك هاي مصممه على اساس كوردينيت سيستم هاي ابعاده، فانت اذا تريد تغير تغير من هنا، تروح هذا الخيار راح يعطيك بيقلنا نوعين، جيوغرافيك كوردينيت سيستم وبروجكتيف كوردينيت سيستم. الجيوغرافيك هذا يعطيك بصوره عامه، فهسه انت وين ضمن يا زون تختار،
العالم بصورة عامة مثلاً WGS 84 حددت هذا النوع، هاي خلصت هاي النوعين، ممكن تغير كذا. نجي على البروجكت كوردينيت سيستم اللي هو اسقاط الخريطة، تختاره بعد ذلك تختار ال UTM اللي هو هذا UTM اللي قلنا هذا النوع يحافظ لي على الفلات سيرفيس على الدايركشن، وبعدين WGS، بعدين تختار نورث او ساوث حسب هسه اذا لاحظ هنا انت وين شغلك، نورث لو ساوث، نورث مثلا وضمن يازون، هاي نورث اختارت، كان ضمن يازون منطقة دراستنا هنا ضمن زون 37 مثلا، فاجي اختارها ضمن زون 37، هاي هنا ضمن زون 37 احددها اني اللي هي خاصة بمنطقة الدراسة، بعد ذلك اقول له اوكي اتحدد عند البروجكشن، هسه هنا هاي حددته اقول له ابلاي اوكي، فحددت هسه اني الكوردينيت. بعد ما انه حددت الاثنيناتهم هنا تقدر تدخل الداتا سيت اور فيتشرز الخاصة بمنطقة الدراسة، بعدين تقول له اوكي، بعد ذلك بما انه يعني تكمل بصورة عامة تقدر تتأكد مرة ثانية من هذا الخيار، نروح على البروبرتيز وندخل على السورس ونشوف انه الاحداثيات الخاصة بمنطقة الدراسة، هو هذا ما يسمى باسقاط الخريطة الماب بروجكشن. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم واضحة وتستفادون من عندها، واذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تتركون لنا بكومنت، وراح اترك لكم ايضا هذا الفيديو العفو هذا البي دي اف اللي يفيدكم ممكن ان شاء الله مع هاي الصورة الخاصة من شركة ايزري، تقدر تنزلها من الموقع الرئيسي او راح اترك لك اياها ضمن سكرين موجود داخل هذا انه تسقط عليهم صندوق الوصف description box. نلتقيكم بمحاضرات قادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.